من الحدود عبروا في رحلات محفوفة بالمخاطر. في قلب أهوال الزلزال اتخذوا موقعهم بحواس منشحذة، تسلحوا على معدات محدودة أنواعها قبض، لتتسارع خطواتهم تجاه أنين آتاهم مستغيثا من تحت الأنقاض. فتبدأ المهمة الأكثر إنسانية وخطورة في آن معا، فإما أن يظفروا بإنقاذ روح مادت الأرض من تحتها وهبطت السقوف فوقها، أو تتوقف المهمة برمتها. ما إن تأتي الكلمة الفصل بأنه انقطع الأنين الذين توافدوا على كل من سوريا وتركيا فرادى وجيوشا لإنقاذ من يمكن إنقاذه من كارثة حلت بالبلدين جراء زلزال هو الأعنف منذ ربع قرن. على مدار 5 أيام بالتمام انخرطت فرق إغاثة حاملة لجنسيات عدة. لا مجال هناك للخطأ ولا وقت لديهم لوصف ما هم في قلبه، ولا دليل يتتبعونه سوى أنين عالق ما زالت روحه تأبى مفارقة جسده. من تحت ركام بناية انهارت على رأسه جهود لا تقدر بثمن وموقف يعجز اللسان عن وصفه. لكن من هم في عداد المفقودين؟ ما زالت أعدادهم أكبر بكثير، فتسابق هذه الفرق الزمن وتقاوم برودة قارسة وصلت أصداؤها إلى العظام. لا لشيء سوى إنقاذ طفل أو مسن قبل أن تأتيهما الكلمة الفصل بأنه انقطع الأنين.